صباح الخير. زاهي قلت لي بتحسدني الصبايا، يعني عملتني ختيارة. لا، الصبايا اللي بيحسدوني الأولاد إذا بتقول. على كل حال اليوم أنا شو ما طلع، إذا تلبكت شوي معليش، لأنه اليوم مش سوقي، كأنه أنا بالاقتصاد وبحقوق المرأة ماني شاطرة. أنا عملي اجتماعي وخطابي عادة سياسي، لي في سبيل الإصلاح والعطاء الغير مشروط. إنما قصة العرض والطلب والاقتصاد هيدي مش شغلة مؤسستي، بس رضوخاً لطلب الدكتورة نادين والأستاذ رؤوف العزيزين حاولت أحكي اقتصاد. حضرة السيدة الأولى وفاء بشير سليمان راعية هذا المنتدى، معالي الرئيسة الفخرية للمنتدى السيدة بهية الحريري، حضرة الرئيسة التنفيذية للمنتدى الدكتورة نادين أبو زكي، سعادة سفير فرنسا في لبنان الأستاذ باتريس باولي، أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم، لقد شهد العالم في العقد الأخير من القرن الماضي تحولاً اقتصادياً كبيراً تمثل بالانهيار السريع للاتحاد السوفيتي وسقوط نظامه الاقتصادي بالضربة القاضية أمام صعود ملفت لنظام دولي جديد تميز بتربع الولايات المتحدة الأمريكية على سدة قيادة العالم وتصدير نظامها الاقتصادي، فولد ما عرف بالقرية الكونية. ولعل أبرز ما أفرزه هذا التحول هو تداخل الاقتصاد بالسياسة، فباتت ريادة الأعمال جسراً عابراً للانخراط في العمل السياسي، فنشأت مفاهيم جديدة تمثلت بوصول قيادات إلى الحكم في العالم نتيجة ريادة وازدهار في الأعمال، ظاهرة ما لبست أن انتشرت في الوطن العربي. يؤكد بعض المحللين الاقتصاديين أن ريادة الأعمال وتداخلها بالسياسة قد ساهم في تغيير بعض أوجه الحكم في العالم، كما ساهم في تغيير وجه الاقتصاد العالمي الذي أنهكه حكم الرجال في القطاعين العام والخاص. وهي هي الأزمة المالية العالمية لـ 2008 و2009 قد هزت أكبر اقتصادات العالم الغربي. إن مواكبة المرأة لهذه الأحداث ودخولها إلى عالم الأعمال ونجاحها وتألقها بدأ بتتوسع يوماً بعد يوم، وبات يمثل في القطاع الخاص مصدر قوة ودفع قد يعول عليهما لإحداث تغيير جوهري في ثقافة الأعمال وجعلها أكثر إنسانية وأقل جشعاً وتسلطاً. ففي الولايات المتحدة الأمريكية 20 امرأة يترأسن مجالس إدارات وهن مديرات عامات في أكبر 500 شركة أمريكية تتحكم بالبورصات الأمريكية، من دون أن ننسى أن الطاقة في البرازيل بيد امرأة. وفي أواخر الثمانينات من القرن الماضي امتلكت النساء الأمريكيات نصف شركات الأمريكية، وبدأنا يحصدن سنوياً ثلث شهادات الماجستير في إدارة الأعمال. وهكذا لم تعد السيدات في مجال الأعمال يعتبرن استثناءً، بل جزء لا يتجزأ من عالم يضج بالثورات التكنولوجية والتقدم العلمي. ولكن أين المرأة العربية من كل هذا؟ مما لا شك فيه أن دخول المرأة العربية إلى عالم الأعمال وإن تأخر إلا أنه بات محتماً ويفرض نفسه شيئاً فشيئاً بالرغم من غياب العوامل التحفيز كالبيئة المشجعة واستمرار التحديات الناتجة عن عدم توفر الأرضية الديمقراطية وسيطرة الأعراف والعادات والتقاليد على المجتمع. إذ لا يمكن للمرأة وخصوصاً في الدول العربية أن تحقق ذاتها في مجال الأعمال إلا إذا أعطيت كل حقوقها القانونية، حق التملك، حق السفر، حق الكيانية، حق تبوؤ مراكز رسمية، حق العمل، حق الأجر العادل، حق التعلم، حق التفاوض وتوقيع العقود، حق المعاملة بالمثل، وحقوق تؤمن الحد الأدنى من الاستقلالية في مسائل الزواج والطلاق والدين، وبالذات هذا في البلاد العربية، لأن المرأة اللبنانية تخطت وكسرت وتحدت واقتحمت بالعلم والجرأة ووصلت حيث قادتها إرادتها بمعزل عن جنسها. أيها الحضور الكريم، لأن المنتدى منتدى المرأة العربية والمستقبل يعمل منذ سنة 2007 على تطوير كفايات المرأة العربية في مجال الأعمال وعلى إرساء شبكة علاقات دولية
تربط بين جميع النساء على الأعمال على الصعيد العالمي من أجل تبادل الآراء والخبرات والنصائح والتجارب على المستويات جميعها ومستويات استراتيجيات الإدارة والإنتاج والتمويل والمنافسة. ولأن هذا المنتدى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ومجلة الحسناء عودنا دائماً على الجرأة والكلمة الصادقة وعودنا على تقويم الأوضاع في لبنان والوطن العربي بكل واقعية وشفافية، فإني أغتنم هذه المناسبة لأدعو فيها سيدات الأعمال في لبنان والوطن العربي إلى تخصيص نسبة من أرباح شركاتهن ومؤسساتهن ولو بشكل رمزي لإنشاء جمعيات ذات طابع إنساني واجتماعي لتساهم في خدمة مجتمعها وإنماء بلدها. ونحن مستعدون في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لإنشاء مركز للمعلومات لتزويد هذه الجمعيات بحاجات المجتمع انطلاقاً من العمل الإحصائي والميداني الذي قمنا به على مدى سنوات في لبنان والوطن العربي. أنا على يقين أن هذه الخطوة سوف تبارك لسيدات الأعمال مبادراتهن وتزيدها ازدهاراً وتطوراً بإذن الله، وهكذا تكون الريادة في الأعمال في خدمة الإنسان. تحية إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال ومجلة الحسناء التي ما زالت تمثل المنبر الحر المستقل. نطالبها بضرورة مواصلة مسيرتها من أجل اقتصاد مزدهر وأعمال ناجحة في وطننا العربي. تحية إلى السيدة نادين أبو زكي ابنة أبيها الذي نكن له كل احترام والتقدير. تحية إلى الصديقة الرئيسة الفخرية لهذا المنتدى معالي السيدة بهية الحريري على كل الجهود التي تبذلها في إطار تمكين المرأة العربية. أما شكري الكبير فهو لراعية النشاطات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوطن الجريح، السيدة الأولى والسيدة العزيزة وفاء مشيل سليمان، وشكراً.